من ناحيه الحلول التعليميه اللي بتقدمها شركه التربيجن، طبعا هي بتنقسم لقسمين، قسم اللي هو بيتعلق بالاجهزه وقسم بيتعلق بالبرمجيات. بخصوص الجهات التعليميه فنحن بنقوم بتجهيز الفصول والمختبرات التعليميه باحدث التقنيات، عم نحكي عن اجهزه وعم نحكي عن برمجيات. من ناحيه الاجهزه ان كانت اجهزه مرئيه او صوتيه، واذا كانت مرئيه ان كانت بروجيكتر او شاشات تفاعليه. طبعا حل متكامل داخل الفصل الذكي من ناحيه تفاعل كامل ان كانت للطلبه داخل الفصل او الطلبه خارج نطاق الفصل بحد ذاته. الحلول يلي بنقدمها هي حلول متقدمه، تسجيل للفصل او بث مباشر للعلمية التعليميه. من ناحيه البرامج اللي نستخدمها هي برامج للتواصل داخل الفصل سلكية ولا سلكية، تواصل من داخل الفصل لخارج الفصل، برامج تفاعلية بين المدرس والطلبة، بالإضافة لنظام تفاعلي كامل متماشي مع الذكاء الاصطناعي، بالإضافة لمحتوى ثلاثي الأبعاد تفاعلي يقدم لأول مرة على مستوى المنطقة بتقنيات ليست فقط الـ IR أو الـ VR، لا بتقنية الـ XR الحديثة.